قول لي يا بدر، المختلف ايه؟ يعني التمرينات، المباريات، الاستعداد للمباريات، المختلف عما كنت انت كنت هنا طبعا في الجونة صح؟ كنت في الجونة قبل ما اطلع اسبانيا. المختلف بقى اللي شفته جديد هناك وبدأت دلوقتي تتأقلم عليه. يعني هو انا شايف يعني ما بين الاختلاف في الدوري هنا في الناشئين واللي في مصر، اولا كده كده ان هنا الناشئين ملوش دعوة بالفريق الاول خالص. يعني هو الناشئين بيبقى هنا في مصر اقصد، لو الفريق الاول هبط الناشئين بيهبط معاه. هنا الفريق الاول ملوش دعوة بالناشئين، دول بيبقى ليهم دوري لوحده، الفريق الاول ليهم دوري لوحده. كويس. وهنا اللعيب تحسه متأسس صح من الأول خالص، اختلاف الكواليتي في التأسيس من الأول خالص. هو من الأول عارف ازاي الأساس بتاع الكورة هيبدأ يعمل ايه، والباصات ومش عارف ايه، والتحركات والتكتيكس وكل حاجة بيبقى عارفها من وهو أصغر سن يقدر عليه، وبيبقى ليهم دوريات لوحدهم وكل حاجة. وطبعا هنا بيهتموا جدا بالأكل والنوم والجيم والتمارين البرايفت أكتر من التمارين اللي بتبقى في الملعب. يعني لغة فيعني احتراف كاملة، يعني عايش للكورة هناك. بالظبط. يعني أنا كل يومي معتبر عن الكورة، أصحى ليا أكل معين، ليا تمارين معينة لازم أعملها في اليوم، تمارين مع الفرقة، تمارين لوحدي برايفت كده يعني. كان عندك مباراة من كام يوم مع برشلونة صح؟ صح. في ربع نهائي كوبا كاتالونيا. كويس. أحرزت في المباراة دي هدف ولا؟ لا، الماتش خلص 0-0 وكسبنا ضربات جزاء. كسبنا 4-2 ضربات جزاء. انا دي، ايوه هي دي، اول شوطه، ايوه اول ضربه جزاء اتشاط، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وعدينا. كويس.